في ضوء التصفيق الذي وجهت به كلمة عباس، بدأ وكأنه يعاني من عزلة دولية. والسؤال هنا ليوربن دور، هل تشعرون بأن العزلة الإسرائيلية دوليا ربما ازدادت رغم الدعم اللامحدود من أوباما كما تابعنا في كلمته؟ هنالك الكثير من الدول في العالم يؤيدون طبعا إقامة دولة فلسطينية. للأسف الشديد هذه الدول لا تأخذ بعين الاعتبار بدرجة كافية التخوفات الأمنية الإسرائيلية. نحن نقول لهذه الدول الأصدقاء الصديقة إننا نريد إحنا أيضا لا نعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية، ونشرح لهم في نفس الوقت إننا نريد أن تكون لنا ضمانات بأن رام الله سوف لا تتحول إلى غزة. عندما ننسحب من أي أرض إنه سيكون من يضمن لنا إنه من يستولي على هذه الأراضي ستكون قوات فتح التابعة لمحمود عبايد عباس، وليست حماس والجهاد الإسلامي كما حدث في غزة عندما خرجنا من غزة من 5 أو 6 سنوات. هنالك يعني لأوربن دور حتى نكون موضوعيين، لأوربن دور أنت تريد أن تصور الأمر وكأن إسرائيل ما يهمها فقط هو من سيسيطر على الأرض التي تنسحب منها، وبأن الجانب الأمني فقط هو الهاجس الذي يطغى عليها. ولكن الواقع أن القضية هي قضية أرض، قضية حقوق، قضية أرض مغتصبة. لحد الآن لم تحدد إسرائيل أمام المجتمع الدولي حدودها حتى يمضي الفلسطينيون مطمئنين في مفاوضاتهم مع الجانب الإسرائيلي. أوكي، هنالك مشكلة العزلة الدولية، ولكن بالنسبة لأغلب المواطنين الإسرائيليين أصدقائي أصحاب عائلاته هنالك موضوع أهم من العزلة، الأمن، الحياة، الاستقرار. أوكي، نحن لا نريد أن نسارع في المفاوضات بشكل لا يضمن لنا المسائل الأمنية. نحن نفضل أن نعاني من العزلة من أن نعاني بعد ذلك من تهديدات لا أحد يقدر أن يضمن لنا حياتنا. هكذا ببساطة. بالنسبة لمسألة الحقوق كما قلت ومسألة رسم الحدود، سيأتي اليوم ولنا أيضا ستكون حدود معترفة بها دوليا ونعيش بسلام مع الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولكن علينا أن نتفاوض لكي نصل إلى أفضل الترتيبات والضمانات والاتفاقات التي ستضمن كل هذه التعايش وحسن الجوار. دكتور محمد الشي، هل يشعر الفلسطينيون أنهم تجاوزوا مرحلة الخطر التي يمكن من خلالها أن يتراجعوا عن طلبهم من الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية؟ يعني هذا